عندنا خضروف محمد. خضروف محمد عندي تقريبا شي دابا شي 40 عام. ودابا خصي كنمشي كنت تاجر مخدرات داكشي جاب الله العفو. عفا الله يعني تبنا درنا وليدات الله يجعل البركة. دابا انا اختي بغيت باش يعني جاب الله العفو بغيت شي بلاصة نخدم فيها لا نجيب المعيشة للدراري باش ما لقيتش نمشي. دابا الشركة اللي كنوقف فيها انايا كتعطي لاكارت كيلقى حربي لي ما كي كيرش كاع الجواب فهمتي كيرش كاع اختي الجواب. يعني دابا البلاصة اللي كنمشي كندير شي ديال الشباكية في رمضان وداكشي يعني البلاصة اللي كنبغي نمشي ليها كنخاف فهمتي بقى فيا هذاك الحماس ديال هذاك الخوف بقى فيا تربى فيا الخوف. دابا كيبان لي مثلا براج كنخاف فهمتي يعني حتى من الدار كنبغي نقدر نخرج منه فهمتي. تأزمت بزاف صراحة وانا كنطلب الله بغيت انا باش نخدم ماشي بلاصة نخدم فيها نجيبها لوالدتي الماكلة ماشي مشكل. ها هو دابا الدري صغير مريض فهمتي انا كنشوفو ماشي كن انا كن صافي كنبقى كنتاسف ليه بزاف. هذا شي خدمه اللي غنجيب بها شي بحال العامية درنا في النهار الوليدات ماشي مشكل. دابا كانت عندك حرفه ديال الشباكيه؟ عندي حرفه ديال الشباكيه معلم معلم ماشي ديال البسطيله معلم كلشي حريفي ماشي. ولكن دابا كلشي سد بهاد الازمه كلشي سد يعني دخل دارك سد عليك يعني سد عليك ما كاينش اللي غادي والو ما كاينش اش غادي دير كيصرف عليك دابا؟ وراه كنصرف هاد المره ناخذها مع خوتي مع دمي مع خواتاتي وصافي شي مره كناخذ من عند نسابي. راه واحد القضيه والله تن شي نسابي ومولي هاز لي هاد الوليدات نسابي كلهم نسابي ومولي كيصيفطوا لي مساكن كيتعاونوا معايا صافي شي اللي انا كون لقيت نسابي راه مشكله. انت ما كترضاش باغي تخدم وانا ما كرهتش نخدم من دابا فاش ما كان نخدم فاش ما كان يا ابني يا مرطوب يا سكولية بحال هذا يا مرطوب سمعتي اختي يا مرطوب يا صباغه يا اي حاجه كندير معلم ليها. بالنسبه للخوت واخا يبغيو يعطيو حتى هما ما عندهمش. عنده خو سيكيريتي هز جوج وليدات عنده عائله عنده خوه اللي ساكن لتحت هو هز مو واخته ومرته وولادو جوج كيفاش غيعطيو؟ كل ما كانوش دارنا كل متنا. انا بالنسبه ليا وقفوني من الخدمه انا خدامه وقفوني اشنو غندير؟ عندي ربعة الوليدات هذا كياخذ لي كوش والحليب وكل شيء هذه حتى هي باقا كدير لي كوش فهمتي؟ ثلاثي صبغي يعني الا كنتي دارسة علم الاجتماع غتعرفي ثلاثي صبغي راه بحال شكل مونغوليا يعني خاصو دواء والدواء ديالو ماشي ديال اي دواء ديال دري صغير غتمشي غتاخذيه من الفارماسيان خاصو ضروري لوردونونس ديال الطبيب باش تاخذيه فهمتي؟ يعني مأزمين حتى لواحد الدرجة ما تخيلش على البال وفرقوا المعاونة على كل شيء. كاينين الناس اللي ما محتاجينش عطاوهم معاونة مع جوج ديال الليل وحنا ما عطاوناش علاش ينقزونا من دون الناس؟ يعني حتى حنا في امس الحاجة لهاد المعاونة خاصهم يعطيوها لينا علاش ما يعطيوهاش لينا؟ حتى حنا في امس الحاجة ليها حتى حنا من الناس اللي خداو المعاونة هذوك الناس اللي ما عندهمش حنا راه ما عندناش. عطيها الدولة على كل شيء مازال كون كان عطيها شي محسن نقولوا شغلوا هذاك يعطيها لما نبغى ولكن من عطيها للدولة حتى حنا خاصنا ناخذوا منها علاش ما ناخذوهاش؟ علاش انا كنطلب من الناس المسؤولين بعدا يقلبوا لي غير على خدمه راجلي هادشي اللي كنطالب. اما باش نبقى مادة يدي للناس انا ما غنمدش يدي لدارنا ديما 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 بزاف. ها هو راجلي باغي يخدم الشركه اللي دق بابها كيقولوا لي جيب لنا حسن السيره والسلوك شكون اللي غيعطيها ليه؟ فين هما المسؤولين اللي غيعطيوها ليه كيقولوا لك لا ما خصوش يبيع الحشيش؟ كيفاش غيدير لي ما يبيعش الحشيش؟ يلا عنده ربعه الاولاد اش غيوكلهم؟ اش غيشربهم؟ شكون اللي غيعطيه؟ عفى عليه الله ايه عفى عليه الله ولكن الناس خاصها تتعاون معاه. يعني شكون اللي غيعطيه؟ شكون اللي غيمد ليه؟ غيبقى مادي يدو للناس؟ شكون هذا اللي ما عندوش كرامه وغيبقى مادي يدو للناس؟ راه حتى واحد كلشي الناس بكرامتهم كلشي الناس كتبغي قيمه لراسها ما يمكنش غيمد يدو لواحد بحالو فلاش غيمد ليه يدو. الحشيش انا راه ساهله يعني ساهله عندي من دابا نبدا نبيع فهمتي من دابا بغيت نبيع الحشيش راه من دابا نبدا نبيع برك ناكل ما نعاودش لك الماكله ندير لك شي البلاصه في البلاصه نوصل. ولكن انا درت الوليدات العفو نعاد الله صافي يعني العفو عفوا ملي كنشوف هاد الوليدات ما بقاش نقدر نحط شي حاجه ديال المخدرات ما نقدرش نلحق لها انا وانا كنمشيها في الطريق كنتخلع كندير والو كنتخلع